عدد جديد من العدد الأخير، أهلا بكم مع الجولة الجديدة من العدد لأبرز العناوين واهتمامات الصحف الإسرائيلية الفلسطينية العربية والعالمية. في هذه الحلقة ينضم إلي الصحفي والخبير في شؤون الشرق الأوسط علي وكد، مرحبا بك علي. وإلى العناوين: في الصحف الإسرائيلية صحيفة معريف، في اجتماع الحكومة في الجولان تم إنشاء بلدة جديدة هضبة ترامب. في صحيفة هارتس، مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط وافق على حق إسرائيل في ضم أجزاء من الضفة الغربية. في الصحف الفلسطينية صحيفة الأيام، حكومة نتنياهو تسعى لسن قانون لمعاقبة منظمي أنشطة تدعمها السلطة في القدس. صحيفة القدس العربية، شاووش أوغلو يقول على روسيا وإيران لجم نظام الأسد عن قصف مواقعنا. في الصحف العالمية صحيفة ذا ريكوردا الكندية، حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك يدفع لتمرير القوانين المثيرة للجدل قبل نهاية الدورة. نبدأ إذن مع الجولان علي ومع صحيفة معاريف. في جلسة الحكومة في الجولان إقامة بلدة جديدة هضبة ترامب، يعني احتفالات إسرائيلية وترحيب وتبادل الكلام المعسول بين إسرائيل والولايات المتحدة. والمعارضة الإسرائيلية تصف هذه الخطوة بأنها فارغة، بأنه لا يوجد أي ميزانيات لهذا التجمع السكاني، لا توجد خطة بناء ولا حتى إقرار رسمي، على اعتبار أن هذه هي حكومة انتقالية. الجانب السوري بطبيعة الحال، سواء المواطنين في الجولان أو الحكومة السورية، ترفض كل هذه الخطوات. ولكن اللافت شام أن ما حصل بالأمس، وخاصة إذا ما استمعنا إلى تصريحات السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان، فإن بالنسبة للإدارة الحالية وبالنسبة لحكومة بنيامين نتنياهو لا نقاش حول الجولان، لا حاليا ولا مستقبلا، لا مرحليا ولا بشكل دائم. وهذا على عكس ما تم الحديث عنه بعد قمة هلسنكي من العام الماضي بين الرئيسين بوتين وترامب، حينما ذكر الرئيس الروسي بوتين موضوع هضبة الجولان على أنه أيضا منطقة سورية تتواجد فيها قوات أجنبية يجب دمجها في إطار التسوية العامة للأزمة في سوريا. ولكن ما حصل بالأمس يعني يجعل من احتمال التفكير عن مفاوضات سورية إسرائيلية يعني أشبه بالغير مستحيل، عفوا بالمستحيل، خاصة أن كانت هناك أنباء عن أنه ربما إسرائيل ستكون مستعدة مستقبلا أن تفاوض الجانب السوري ابعد وتنازل عن حلفك مع إيران وحزب الله مقابل انسحاب إسرائيلي من الجولان. صحيفة هآرتس الإسرائيلية، مبعوث ترامب للشرق الأوسط يقول بأنه يوافق على أن الإسرائيلي الحق في ضم أجزاء من الضفة الغربية. صحيفة الحياة الجديدة الفلسطينية في المقابل تقول نقلا عن عراقات، الفريق الأمريكي يهدف إلى وضع مبدأ المال والازدهار مقابل السلام. يعني هذا ما تقوله الأطراف قبيلة المؤتمر المرتقب في البحرين. في مؤتمر نظمته صحيفة الجيروزاليم بوست الإسرائيلية في الولايات المتحدة، قال جيسون غريمبلات أنه يتفهم تصريحات السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان، والذي قال الأسبوع الماضي أنه يتفهم رغبة وحق إسرائيل بضمها مناطق من الضفة الغربية. فور تصريحات السفير فريدمان أصدرت الخارجية الأمريكية بيانا يقول أن لا تغيير في موقف الولايات المتحدة من الاستيطان، بمعنى الموقف الرسمي للولايات المتحدة من الاستيطان أن هذه المستوطنات هي غير شرعية ويجب أن تزال في إطار التسوية السياسية. يأتي جيسون غريمبلات الآن ليقول عكس بيان الخارجية من أنه يتفهم تصريحات فريدمان وأن من حق إسرائيل ضم مناطق من الضفة الغربية. أيضا غريمبلات قال أن خطة السلام لن تطرح قبل نوفمبر تشرين الثاني
القادم. وأنا أريد أن أتوقف هنا، يعني نحن ننتظر صفقة القرن منذ ربيع العام الماضي، ثم قيل أنه سيتم إرجائها إلى ما بعد الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة، ثم أرجئت بسبب الانتخابات في إسرائيل. الآن يقولون لنا أنها سيتم طرحها بعد الانتخابات المعادة في إسرائيل، ولكن بين الانتخابات المعادة وبين الموعد الذي ذكره جريمبلت توجد جلسة استماع لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والتي ممكن بعدها أن يتم استضافة بنيامين نتنياهو في إحدى السجون الإسرائيلية، وبالتالي ربما إرجاء طرحها مجددا لندخل في العام 2020 والعام الانتخابي في الولايات المتحدة. ومن إسرائيل إلى قطاع غزة، قطر حولت 25 مليون دولار إلى غزة، هذا ما تقوله صحيفة إسرائيل اليوم. وصحيفة العرب تقول قطر تبحث تثبيت التهدئة في غزة، التهدئة التي كانت على شفا الانهيار نهاية الأسبوع الماضي. بطبيعة الحال هي تتحدث عن أن المعونة القطرية يعني ستخدم 100,000 أسرة فلسطينية في قطاع غزة. منذ ساعات الليل والصباح هناك هجوم حاد على بنيامين نتنياهو لسماحه إدخال هذه الأموال، لأنه ينظر إلى هذه الأموال أن الفصائل الفلسطينية تهدد بقذيفة صاروخية هنا وهناك، و تأتي الأموال القطرية إلى قطاع غزة، بمعنى أن هذا أصبح مشهد شبه شهري. أنه قبل أيام من المعونة يتمترس بنيامين نتنياهو يقول لا إدخال لهذه الأموال، يتم قصف بلدة إسرائيلية هنا وهناك في الجنوب، يصحب هذا القصف بعض الأحيان جولات من التصعيد، ولكن في نهاية المطاف تدخل الأموال. وتنظر المعارضة الإسرائيلية على أن هذا الأمر يضرب الردع، قوة الردع الإسرائيلية. وهذا الاتهام يعني الذي يرافق بنيامين نتنياهو منذ فترة. في صحيفة دعوت أحرنوت، خط المياه الجديد من إسرائيل لغزة، والحديث أيضا يعني عن مشروع خط كهرباء تموله قطر. نعم، ليس سرا أن بالنسبة لإسرائيل تثبيت حكم حماس في قطاع غزة، للحكومة الحالية في إسرائيل تثبيت حكم حماس في قطاع غزة هو هدف استراتيجي. إسرائيل يعني تواجه حماس حينما يتم قصف البلدات الإسرائيلية، ولكن إسرائيل لا تريد أن تتحول كارثة إنسانية في قطاع غزة إلى رافعة لضغط داخلي على حركة حماس، ربما يفقد الحركة حكمها في قطاع غزة. لذلك تتعاون إسرائيل مع قطر على مد خط كهرباء بتمويل قطري، وهي تقوم الآن شركة المياه الرسمية الإسرائيلية بمد خط مياه لقطاع غزة. نعرف أن المياه في قطاع غزة بسبب تدمير البنى التحتية، بسبب الحروب والحصار وما إلى ذلك، هي بحالة كارثية. هذه الخطوات، رغم أن إسرائيل تقول أنها ليست جزء من أي تفاهمات سياسية وما إلى ذلك، لكن هذه الخطوات يعني تهدف بالدرجة الأولى إلى منع تحويل الوضع الإنساني في قطاع غزة إلى رافعة يمكن أن يؤدي إلى عدم استقرار سياسي وفقدان حماس لحكمها في قطاع غزة. وفي صحيفة إسرائيل اليوم علي تقول بأنه في محكمة لاهاي لا توجد صلاحية الخوض بقضية مرمرة. نعم، سفينة المرمرة مذكور في العام 2009 حاولت السفينة التركية وعلى متنها نشطاء سلام أتراك ودوليين اختراق المياه الإقليمية وصولا إلى قطاع غزة بهدف كسر الحصار على القطاع. تواجد على متن السفينة أيضا شخصيات من العرب في إسرائيل كالنائبة السابقة حنين زعبي ورئيس الجناح الشمالي للحركة الإسلامية الشيخ رائد صلاح. اشتبك الجنود الإسرائيليين مع نشطاء السلام، قتل عدد الأتراك، قتل عدد منهم على ما أذكر 9. أثارت القضية ضجة كبيرة وقدمت شكاوي ضد إسرائيل إلى محكمة الجنايات الدولية. منظمات حقوقية يمينية إسرائيلية تقول أن لا صلاحية للمحكمة للبث في هذا الملف، لأن السفينة جاءت لتخرق القانون الدولي
وتخرق المياه الإقليمية والدولية من ناحية، ومن ناحية أخرى تقول الجهات التي تستأنف ضد بحث المحكمة لهذا الملف تقول أن إسرائيل وتركيا توصلتا إلى اتفاق لتسوية هذه المشكلة عبر الاعتذار من دولة إلى دولة وعبر تقديم التعويضات للضحايا الذين قتلوا على متن السفينة، وبالتالي لا جدوى من هذا البحث ولا صلاحية للمحكمة. ولكن يعني موضوع المحكمة سيتم العودة إليه لأن الجانب الفلسطيني يريد استعماله كورقة ضغط على إسرائيل والولايات المتحدة. وصحيفة معرفة تقول نقلا عن بومبيو: نعمل ما بوسعنا للحفاظ على ناقلات النفط. وهذا التصريح يأتي ملاحقا لاتهامات مجلس الشورى الإيراني لواشنطن بالوقوف وراء الهجمات في مياه الخليج، واتهامات واشنطن لإيران أن هي من تقف خلف هذه الهجمات. تبادل التهم ليس بالجديد، الأطراف تدفع بالتعزيزات العسكرية إلى المنطقة، والسؤال هل استعدادا لضربة عسكرية أم كأداة ضغط خاصة على الجانب الإيراني لكي يعود إلى طاولة المفاوضات من ناحية، ومن ناحية أخرى يهدئ ويلجم جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن من استهداف المطارات والمنشآت الخليجية وتحديدا السعودية والإماراتية. نعم. وفي شأن إسرائيلي داخلي ولربما إقليمي، صحيفة أرتس تقول الجيش وقائد الأركان يستعدون لعهد حرب أمام وزارة المالية بشأن موازنة الجيش، ولربما هذا هو الوقت كي يقدم كل من الجيش وقائد الأركان التهديدات يعني التي يحتاج لتمويل أكبر من الوزارة، والحديث عن التحديات الخارجية وما إلى ذلك. ولكن إسرائيل تعاني من عجز في الميزانية بقيمة 15 مليار دولار، وهي تبحث عن تقليص هذا العجز، مليار شيكل عفوا، عن هذا العجز، ويخشى الجيش أنه سيطالب بإعداد خطط لتقليص بعض مصروفاته. لذلك تقول الصحيفة أن الجيش يستعد لمعركة قاسية أمام المالية للحفاظ على ميزانيته. اللافت أنه في كل عام نسمع كل وزير مالية يريد أن يقول أن يظهر بأننا سنحول أقل أموال إلى الأمن وإلى الجيش وسنستثمر هذه الأموال في الوزارات الاجتماعية، وفي كل عام يحصل عكس ذلك رغم التهديدات. تبدأ النقاشات حول الموازنة برغبة المالية تقليص ميزانية الجيش وتنتهي دائما بزيادة ميزانية الجيش. وإلى صحيفة الأيام الفلسطينية تقول بأن حكومة نتنياهو تسعى لسن قانون لمعاقبة منظمي أنشطة تدعمها السلطة في مدينة القدس. يعني في الآونة الأخيرة ازدادت أنشطة فلسطينية في القدس. إسرائيل تعتقد أن بعض هذه الأنشطة تقف خلفها السلطة الفلسطينية. إسرائيل تحظر وتمنع أي نشاط رسمي للسلطة الفلسطينية في القدس رغم وجود السلطة الفلسطينية بين الناس عبر أجهزتها الأمنية وعبر الحركات السياسية، ولكن هي تريد أن تشرع في كتاب القوانين الإسرائيلية قانون يعاقب أي فلسطيني له علاقة مع السلطة الفلسطينية ويقيم نشاطات باسم السلطة الفلسطينية. نعم. في القدس. صحيفة الحياة الجديدة: الرئيس يقول بأنهم مستعدون للدعوة لانتخابات تشريعية تتبعها رئاسية، لكن هل الرئيس الفلسطيني علي بالفعل مستعد؟ وخصوم الرئيس يقولون لماذا ليست الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات التشريعية، أو لماذا لا تتم الانتخابات التشريعية والرئاسية بذات الوقت. والسؤال هل الوضع الفلسطيني يسمح أصلا بإجراء انتخابات؟ حماس لن تسمح بإجراء هذه الانتخابات في قطاع غزة طالما السلطة على موقفها بحل المجلس التشريعي الذي فازت به حماس في الانتخابات التشريعية الأخيرة. لذلك هذه يعني ليس أكثر من فرقعات إعلامية لا جدوى منها. صحيفة القدس العربي شووش أوغلو يقول بأن على روسيا وإيران لجم نظام الأسد عن قصف مواقعنا، عنوان ملاحق لقصف الأمس.
نعم نحن نرى في الشمال السوري في إدلب وحلب وغيرها استهداف سوري للمنظمات التي تدعمها تركيا. تركيا تقول أن هذا القصف يطال أيضا القوات التركية. جميل أن شاووش أوغلو يتوجه لروسيا بأن تلجم الحكومة السورية، ولكن روسيا تشارك في هذه الهجمات. يعني الوضع في الشمال السوري يتأرجح ما بين التسوية لإعادة الدولة السورية للسيطرة على الشمال السوري، وبين ربما توسيع رقعة القصف والمواجهة العسكرية. صحيفة اللواء اللبنانية العماد عون يزور السعودية، ماذا بجعبة هذه الزيارة وأبعاد ذلك على السياسة الداخلية اللبنانية؟ نعم، يعني هناك عدة دول من بينها الولايات المتحدة، السعودية وغيرها وفرنسا تخشى من هذه العلاقة الوطيدة والتعاون بين حزب الله وبين الجيش اللبناني. تخشى هذه الدول من أن عمليا الجيش اللبناني هو ليس إلا ذراع بأيدي حزب الله، لذلك تحاول هذه الدول عبر الدعم المادي والدعم السياسي وفي بعض الأحيان يقولون الدعم الشخصي لقادة الجيش أن تحدث شرخا ما بين الجيش وما بين حزب الله. يعني هذا الدعم السعودي الذي للجيش اللبناني والذي سيبحث في زيارة قائد الجيش اللبناني إلى السعودية يأتي في ظل الحديث عن أن جزء من الأسلحة التي يتم منحها للجيش اللبناني تذهب في نهاية المطاف إلى حزب الله، ولكن هذه الدول لا تيأس وهي تريد أن ترى الجيش اللبناني مؤسسة مستقلة بعيدة عن حزب الله وتأثيره. وعنوان صارخ في صحيفة الرياضة السعودية، إرادة الأتراك اغتصبت، يعني عنوان قاسي قبيل إعادة الانتخابات لبلدية إسطنبول. في 23 ستجري في إسطنبول الانتخابات المعادة بعد فوز المعارضة واستئناف أردوغان وحزبه على النتيجة. ستكون هناك انتخابات، وبالفعل ستعكس هذه الانتخابات شعبية أردوغان، وهل إصراره على إعادة الانتخابات في إسطنبول سيتضح إما كضربة أكبر، لأن البعض يعني التقارير تشير ربما إلى أن خسارة أردوغان ستكون أكبر، أم أن بالفعل سينجح أردوغان في هذا الرهان. صحيفة الرياض السعودية ليست من معجبي الرئيس التركي أردوغان، السعودية والإمارات موقفها معروف من الرئيس التركي، لذلك هذا العنوان في الصحيفة السعودية غير مفاجئ، هو اقتباس عن مندوب المعارضة، ولكن الصحيفة لا تشير إلى أن هذا هو اقتباس. نعم. في صحيفة الثورة، القيادة الأمريكية تعترف بإسقاط طائرتها MQ-9 في الحديدة، سبب الإسقاط وسبب الاعتراف. نعم، القيادة الأمريكية قالت أن هناك يعني أطلقت نيران تجاه طائرة مسيرة أمريكية. الولايات المتحدة اتهمت إيران، الحوثيين يقولون أنهم من استهدفوا هذه الطائرة، ومن وجهة نظرهم وجود هذه الطائرة واستهدافها والاعتراف الأمريكي يؤكد أن الولايات المتحدة ومن وجهة نظرهم أيضا إسرائيل أن هاتان الدولتان شريكتان في العدوان وفي الحرب على جماعة أنصار الله. وصحيفة ذا ريكورد الكندية، حزب التحالف من أجل المستقبل كيبك يدفع لتمرير قوانين مثيرة للجدل قبل نهاية الدورة، وقانون يتعلق بالهجرة بين كندا وفرنسا. نعم، كيبك هي المحافظة الفرنسية في كندا. هناك نعرات في الماضي، كانت هناك نعرات انفصالية لهذه المحافظة عن كندا. كيبك كان حتى إحدى المقولات المشهورة للرئيس الفرنسي السابق شارل ديغول خلال تواجده في الكويبيك، صرح تعيش الكويبيك فرنسية وحرة، وهذا كان يعني أقل ما يمكن أن نقول عنه أنه تصريح لا يتماشى مع الأعراف الدبلوماسية. ولكن وفق الأجواء السائدة أيضا في الغرب وفي فرنسا وفي كندا، يرغب الائتلاف الحاكم بسن قوانين تمنع الهجرة إذا ما كانت هذه الهجرة تتناقض مع قيم العلمانية التي تتميز بها
بكلمات أخرى مهاجرين من دول الشرق الأوسط بالأساس ومن المسلمين. وختاما علي مع الصحيفة البايس، إسبانيا ترفض وضع حد أدنى لفترة احتجاز المهاجرين. نعم، إسبانيا تريد أن يكون هذا الأمر مفتوح وأن تعطى الدول الحرية بالتصرف في قضية الاحتجاز. إسبانيا تقول أن وفق كل حالة ربما الدولة ترى أن مدة الاحتجاز يجب أن تطول أو أن تكون أكثر، لا أن تقول هناك قوانين من شأنها التشجيع على الهجرة من ناحية، ومن ناحية أخرى هي لا تريد المس بحقوق المهاجرين، وأن تكون السياسة الأوروبية تجاه الهجرة واضحة لا مكان فيها للتحليلات ولاعتبارات مختلفة. نعم، الصحفي والخبير في شؤون الشرق الأوسط علي واكد، شكرا جزيلا لك على تواجدك معنا في هذه الحلقة. إلى هنا مشاهدينا نصل إلى ختام العدد الأخير لهذا اليوم، لكن نلقاكم غدا مع عدد جديد. للمزيد من برامج اي 24 نيوز يمكنكم متابعة البرامج وآخر التطورات والأخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. مدعوون أيضا لزيارة موقع i24news.tv بالعربية، بالإنجليزية وبالفرنسية. نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.